السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميزة جديدة على الواتساب. إذا مرحبا بكم من جديد. ندخل من ثلاث نقاط إلى الإعدادات. إعدادات الحساب كما تشاهدون الآن، ثم الخصوصية. نلقاو إن شاء الله شيء جديد، خاصية جديدة، يا قفل باستخدام بصمة الأصبع. إذن القفل باستخدام البصمة، تقوم بالتفعيل. عندنا هذا الخاصية أصلا الخاصة بالهواتف التي فيها القفل بالبصمة، ثم بعد ذلك تقوم حالا أو بعد دقيقة أو بعد 30 دقيقة. وفي أي فتح جديد لتطبيق الواتساب ستحتاج إلى وضع بصمتك على قارئ البصمات في هاتفك. إذن كما تلاحظون واتساب مقفول. هذه الخاصية الجديدة متوفرة الآن على نسخة واتساب بيتا تجريبي. النسخة التجريبية دائما تعطيك آخر الخصائص والميزات قبل تعميمها على كل المستخدمين. يعني ذهبنا لجوجل بلاي، كتبنا واتساب، فسيظهر أنك أصبحت الآن كما تلاحظون أصبحت الآن مستخدما تجريبيا لهذا التطبيق. كيفية التفعيل، أنا لا يظهر لي اسمي ترابط أو زر تفعيل النسخة التجريبية. سنذهب بحث في محرك البحث جوجل أفضل ليعطينا الرابط مباشر إلى النسخة التجريبية للواتساب. تسمى واتساب بيتا، نكتب فقط في محرك البحث واتساب بيتا. عندنا ما واتساب بيتا، تنتبه إلى الرابط يكون بلاي جوجل بلاي playgoogle.com. إذن كما لا والرابط. إذن بعد الاشتراك في تلقى المدى الرابط ستحصل على آخر الميزات تحديثات للواتساب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.